في هذا الفيديو كمان رح نعمل simplification للراديكالز. راديكال 300 يمكن ما فينا نعرف الجواب عليه. شو بدنا نعمل؟ نعمل prime decomposition. Prime decomposition. يلا 300 divide by 10 to the 9 على كل شو بتطلع 105 على كل شو بتطلع 7 75 على 5 على 10 على 5 بتنقسم على 5 هاي بتطلع 15 على 5 بيطلع 3 على 3 بتطلع شو 1 يعني بيطلع عندنا 2 5 4 5 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
nano times 10, right? Show the prime decomposition of 10. 2, 5. 5. صح ولا لا؟ ثاني 2 times 5 مزبوط؟ فدغري هاي الزيرو بشيلها بحط 2 5، هاي الزيرو بشيلها بحط 2 5، شو بيبقى لي من هون؟ 3 3 على شو بتنقسم؟ 3 1 1 دغري بس يكون في اصفار الصفر شيله حطه شو 2 5 دغري هيكون اسرعنا يعني بقى مش ضروري تحطوا لي اياها بالتفصيل ماشي؟ ما طلع فيها 9 10 و5 10 و3 يعني 2 باور 2 times 5 باور 2 times 3 واضح؟ 2 باور 2 times 5 باور 2 باور 2 times شو؟ 3 مين راح يطلع لبرا يا ابراهيم؟ 3 عشان نتناسب عشان باور 2 بس من باور عشان نطلع على بعض يلا ماشي ها وثلاثه هاي رح تطلع 2 باور 1 وهي طلعنا شو شو اللي جابوها 3 هاي 2 تايمز 5 بضربهم شو بيطلع 10 حط راديكال هاي صح 100% ممكن يجي واحد يفكر بطريقه ثانيه كل ينتبه ممكن يجي واحد يفكر بطريقه ثانيه الراديكال 300 وما بدك تكتب الراديكال 300 راديكال 300 اللي بفكر بعقله هو انه والله هي 3 تايمز 10 باور 2 بتعرفون اخذتوها بالسلسله ايه مزبوط 3 تايمز 10 باور 2 مين اللي بيطلع لبرا 10 باور 2 شو بتطلع 10 باور 2 لبرا ماشي بتطلع 10 باور 1 وبتحط شو راديكال 3 نفس الشيء واضح هاي اللي اشتغل هيك صح 100% واللي شاف هيك لاحظ انه هي 3 تايمز 10 باور 2 طلع 10 باور طلع 10 باور 2 طلع لبرا 10 باور 1 صح 100% اللي بيلاحظ عليها هيك ويحلها هيك صح، اللي بيحلها هيك هيك اسهل هيك بالقعر مش كل مرة بتشوفه، هلا إذا بينوا معك مثلا قلت لك 300 بتشوفه 400 بتشوفه 700 مش عرفت كيف؟ ببين معك ال 4000 ممكن تعمل بس 6 تايمز 10 باور شو؟ 3 10 باور 3، الباور 3 ما فيك تطلع شغلة برا بدك تفك منها وحدة بالأول حكينا هونيك عرفت شو؟ يعني مش بتزبط يعني هلا بيجي لل رح امحي هيدي لأني أنا بتقولوها أنتم بالفيديو هلا امحيها الثاني كمان يلا هاي كيف نحط 0.00016 هيدي decimal number بتعرفوا انتوا انه هاي بتنكتب بهذا الشكل هي 16 times 10 to the power show minus 4 اخذتوا انتوا الباور ماينس؟ لا بحط هاني هون نوت نوت ايه مثلا 0.1 اخذتوها انتوا بالرابع هي 1 على 10 ايه ايه نحن هلا بالواحد على 10 هلا بنتفقنا نكتبها شو 1 times 10 power minus 1 هيدي 10 power 1 اللي تحت تطلعها لفوق بتصير 10 power minus 1 مثلا 0.02 هي 2 على شو؟ على 100 هي 10 power 2 صح؟ ايه هي 10 power 2 بحق لي طلعها لفوق شو بتصير 2 times 10 power minus 2 minus 2 فأنا دغري بس يكون عندي فواصل هيك يعني بفيني ما اكتب الشهر دغري بتصير يفز من هون لهون اللي هو 2 تايمز 10 باور ماينس كم رقم بعد الفاصله 2 تايمز 10 باور ماينس 2 مثلا 0.00003 هي 3 تايمز 10 باور شو 4 ماينس 5 ماينس 2 3 4 5 4 ماينس 5 واضح مثلا نقول 0.00005 هات لنشوف هي 25 تايمز 10 باور ماينس 7 1 2 3 4 5 6 7 واضح ولا لا؟ طيب اذا حطيت انا 25000 هاي شو بتنكتب؟ 25 تايمز 10 باور 4 4 ولا ماينس 4؟ ماينس 4 4 4 4 4 4 4 ماينس لما كنت عم شيل الفاصله ايه لما بشيل بتكون هي بهذا الشكل بدي شيل البوينت حط 25 تايمز 10 باور ماينس بعد الرقم بعد الفاصل واضح؟ هون ما في فاصل اصلا لو في فاصل هون بوينت زيرو ماشي؟ بس انا يعني انتم واخذينها هيدي بصف السادس انا بس 25 واصفار هون على اليمين حط 25 تايمز 10 باور بلس 4 مثلا اذا هون عندك فاصله بتحط 25 تايمز 10 باور ماينس وبتعزم ماشي؟
هاي الماينس منين اجت؟ هاي الماينس بتمثل طلعات الاوفر اللي كانوا تحت، واضح؟ هاي اللي كانوا تحت اسحبهم لفوق، غيروا لهم اشاره الباور تاعهم، ماشي؟ كل شيء بنقله من تحت لفوق، هم من فوق لتحت وغيروا اشاره الباور تاعهم، ماشي؟ طيب يعني مثلا نقول عندنا نقول 2 باور ماينس 3 على 2 باور ماينس 5 مثلا، بيحق لي هي طلع على فوق وهي تطلع لتحت بغير اشاره الباور. لما سوف تطلع لفوق شو بتصير؟ 2 باور بلس 5. هي بس تنزل لتحت شو بتصير؟ 2 باور 3. واضح؟ هذه نوتس بدكم تكتبوهم عندكم لانه هذه مهمين يفيدون. طيب خليكم معي لنرجع لهي 0.0016 الا شو بتنكتب؟ مش عم نتفق على اللوحه انت يا مرام. 0.0016 شو بتنكتب؟ 16 times 10 to the power minus 4 كتبتها. طيب هلا بدي طلعهم لبعض، ممكن تطلعوهم دغري وممكن تجوا تفصلوهم هلا على باور 16. انتم بتعرفوا الريك 16 شو بتساوي ولا لا؟ لا. هيديك سكوير روتس 16 هن بلس 4 او ماينس 4 مش هيك؟ 4. ايه الراديكال 16 شو بتطلع؟ راديكال 4. راديكال 16 شو بتطلع؟ 4. ماشي؟ فممكن اذا حدا عارفها دغري بحط 4 16 تطلع 4 و 10 باور ماينس 4 شو بتطلع؟ 10 باور ماينس 2. يا عيني عليك بتوصل الباور تاعها على 2. ماشي؟ هاي راديكال 16 احنا حافظينها قبل. راديكال 16 شو بتساوي؟ 4. 4. جواب الراديكال ما بيطلع ماينس. ماشي؟ فرضوا مش عارفين انتم، مش عارفين الهين. ما حسبتوا انه الراديكال 16 هي 4. تجي بتعمل برايم ديكومبوزيشن هون. تجي بتعمل برايم ديكومبوزيشن لل 16. هاي 16 عشان تطلع اصلا. 2 على 2 على شو بتطلع؟ 4. اي على 2 4 على 2 4 على 2 1 شو طلع 2 باور شو؟ 2 باور 4 2 باور 4 وعندنا تايمز 10 باور ماينس 4 منيح؟ يا 2 باور 4 شو بتطلع لبرا؟ 2 باور 2 و 10 باور ماينس 4 شو بتطلع؟ 10 باور ماينس 2 صح؟ 2 باور 2 شو جوابها؟ 2 باور 4 2 باور 4 4 مش برجع طلع 2 باور ما هي طلعت لبرا مش برجع طلعها من برا لبرا 2 باور 4 يعني انا اذا طلعت الميز لبرا ووصلت لبرا برجع بقول له روح لبرا ووصلت لبرا كيف؟ هاي نفس الشيء طلعتها من تحت الرايك طلعت مش برجع بقسم الباور مره ثانيه على اثنين بحط صفر هكا لاي شو باور شو جوابها؟ 4 4 تايمز 10 باور ماينس 2 واضح؟ هلا اللي بيكتبها لهي بالفواصل هاي جوابها كانه 4 قسمه 10 باور يعني 0.04 واضح؟ هاي هلا لهون صح 100% خلصنا ماشي الحال؟ هاي هلا اتونت من الراديكال 25 ضرب لا لا 10 ياسمين يلا هاي شو بدك تبيعي ياسمين ياسمين شو بدك تبيعي هاي 0.0025 شو قولي ياسمين 25 ضرب 10 تضفر ماينس 4 ايه بتكتب 25 ماينس 10 باور شو كم رام بعد الفاصله كم رام بعد الفاصله 4 فبحط باور ماينس 4 بس يكون عندي بوينت وعم شيلها بحط باور ماينس واضح يا ياسمين؟ يلا 25 فيك تعرف شو جواب الراديكال 25؟ 5 شو جواب الراديكال 25؟ 5 اذا مش عارف بتعملي لها برايم ديكومبوزيشن شو البرايم ديكومبوزيشن ل 25؟ 5 مضبوط يا خمستان لان هي بتطلع رح تطلع 5 باور 2 تايمز 10 باور ماينس 4 5 باور 2 شو بيطلع جوابها؟ 4 5 باور 5 يعني مش هيك؟ 10 باور ماينس 4 شو بتطلع؟ 10 باور ماينس 2 صح وجوا بيبقى شيء؟ لا خلص هي هيك فينا نحطها بالدسم از دسم از رايتي 0.05 هي هات لنشوف ال 4000 مش حط انا 0.05 جوابها دسم از رايتي طلع 5 درجات هي جوابها هي مثلا يا شو اسمي؟ لنور
مثلا 5 تايمز 5 تايمز 10 باور 2 شو جوابه؟ صف سادس هاي 500 صح؟ 5 تايمز 10 باور 3 شو جوابه؟ 5 تايمز 10 باور 3. طب اذا 5 تايمز 10 باور ماينس 2 حط ترجع الفاصله لورا يعني 0.0 يعني 5 هون عدل 5 وعدل رقم 2 0 شايف؟ بوينت يمسك هو رقم 2 حط الفاصله ورا رقم 2 طب تايمز 10 باور ماينس 2 ماشي تمشي 1 2 حط الفاصله هون هاي شو بتعبيها 0 هون 0 كمان مثلا لو قلنا لنقول 4 تايمز 10 باور ماينس 4 كمان برجع لورا بالصفار بحط 4 هون وبعد شو كم رقم 4 4 4 رقم هذا رقم ايه 4 وبحط بوينت واضح هاي اللي هي الجواب كمان هون مهمين تكتبوا طيب هلا هودي مندرس قديمة انا شو عم بعمل هودي مندرس قديمة انتم نسيينهم برجع شو بحطهم على جنب هذا شكل النوتس نوتس للكتاب مش لازم ننساه هون طيب لا نوتس للكتاب ولا فهم ايه radical 4000 4 times 10 power 3 كمان كله بيمشي 4 times 10 power 3 طيب الفور شو بتطلع برا دغري شو بتطلع دغري radical 4 شو بتطلع 2 طب 10 power 3 كيف بدنا نعملها4 times 10 power 2 فين من الاول ما اجي جزئها ما اجي اشتغلها هاي كان من الاول عملها برايمري كومبوزيشن 4000 عملها برايمري كومبوزيشن ما صارها فتلا نشوف شو ال 4000 عملها برايمري كومبوزيشن يلا هاي الزيرو الا شو تنكتب 2 5 هاي الزيرو 2 5 هاي الزيرو 2 5 بيبقى عندنا شو 4 شو بتنصم ال 4 2 2 1 مزبوط كم تو طلعوا 1 2 3 4 5 2 power 5 شو رأيكم؟ هي هذه شو radical 4000 شايف؟ شو رأيكم هاي radical 4000؟ بلا ما اكتبها 2 power مش انا بدي اجزئ بعد شوية 2 power 5 شيل منها واحدة عشان ال 5 تنقسمش على 2 شو رأيكم من هلا اكتبها؟ ليش بدي اكتبها بخطوتين؟ ليش بدي اكتب هلا 2 power 5 وبعد شوية اكتبها 2 power 4 و 2 power 1 هلا بكتبها 2 power 4 و 2 power 1 شو رأيكم؟ فهمانين علي شو عم بحكي؟ هي هاي 2 power 5 مش هيك؟ والثانية كم 5 عندنا واحدة مش هيك؟ يعني تايمز 5 باور شو؟ 3 انا كنت عم بقول طالما هي 2 باور 5 بلا ما كنت بقول دغري بحطها 2 باور ماني عارف انه باور 5 مش حطها نصها معتنا دغري بحطها 2 باور 4 وشو؟ 2 باور 1 و5 باور 1 ما نفس القصة 5 باور 3 دغري بكتبها 5 باور 2 5 باور 1 يعني هاي الخطوة فين استغني عنها وفين فكرة اذا انتم صعب عليكم تتركوا اعملوا هذا الخطوة ما في مشكلة هلا مين رح يطلع برا؟ ال 2 باور 4 كمان 5 باور 2 شو بتطلع؟ 5 باور 1 طيب شو بضل جوا؟ 2 باور 4 تايمز 5 صح؟ يلا هول بحسبوا 2 سكوير شو يعني؟ 2 4 يعني شو 4 4 تايمز 5 21 2 تايمز 5 10 نفس الجواب انت هذيك؟ لا شو انا اللي كتبتها؟ هيدي صح يعني انتم فيكم تكتبوا هيدي ايكوال اور مثلا سكند مثلا اذا بدكم انتم بالامتحان حر تعملوا هيك حابين تعملوا هيك حابين تعملوا هيك عرفتوا شو اي طريقه تحطوها ما فيش مشكله واضح؟ لك هيدي اليسار اسراء هو سهلين راديكال 4 شو بتساوي يا استاذ؟ 2 وراديكال 9 6 راديكال 10 10 بيطلعوا دغري لبرا ولا لا؟ في طلعوا دغري الفور شو بتطلع لبرا؟ 9 2 شايف؟ ال 9 3 الراديكال 10 بيطلع جوابها 6 واضح؟ يمكن يجي واحد لا بدش هيك بدي شو بدي اجزئهم على برايمري كومبوزيشن ما في مشكله ليش بدي اعملها؟ مثلا او بدي اعمل هاي الخطوه بالاول الفور بس ما عملت جزئها شو بتصير؟ 2 2
2 باور 2 4 تطلع كلها برا بس اسمي البراند كومبوزيشن عامل 2 باور 2 9 بالبراند كومبوزيشن 3 باور 2 3 باور 2 3 باور 2 البراند كومبوزيشن 100 بتطلع 9 تاني وخمس تاني بالبراند كومبوزيشن ما في كومبوس مع تاني مظبوط بس كان هي نفس البراند بتنكتب 2 باور 2 و5 باور 2 مش هيك؟ ايه هذا اللي عمل البراند كومبوزيشن ما في مشكلة بالمرة 2 باور 2 شو بتطلع؟ 2 3 باور 2 3 2 باور 2 2 5 باور 2 5 بايش جوا؟ نعم بتحسبه انه 2 تايمز 3 6 تايمز 2 12 تايمز 5 60 ده ما ننسى الجواب نعم فيناش 2 باور 2 2 باور 2 بيصير 2 باور 4 ايه شو بتطلع برا؟ 2 باور 2 ايه يعني 2 باور 2 شو بيساوي؟ يعني 2 باور 4 هي نفس الشيء اي طريقه منطقيه بتوصلنا بيمشي الحال عرفت شو؟ مش حياة الطعمة في لك حطول طيب راديكال 500 5 تايمز 10 باور 2 مظبوط؟ واللي بده فيه يعملها برامبلي كومبوزيشن كمان يلا شو بدكم شو بتحبوا 5 تايمز 10 باور 2 ولا برامبلي كومبوزيشن؟ 5 تايمز 10 باور 2 يلا شو بيطلع جوابها لبرا؟ 10 لبرا مين اللي بيطلع لبرا؟ 10 يا رامز مين اللي بيطلع لبرا؟ 10 باور 2 شو بتطلع؟ 5 10 باور 4 10 10 هيدي وإذا عملنا برامبلي كومبوزيشن زيرو لا البرايم كومبوزيشن هاي رح يطلع فيها 3 خمسات و 2 10 شو يعني 3 خمسات؟ يعني 5 باور 3 و 2 10 2 باور 2 طيب ال 5 باور 3 كيف بدي اكتبها هون؟ 5 باور 2 من قبل 5 باور 1 عم تفهمي يا الما؟ طيب هي بتطلع 5 باور 3 و 2 10 رح تطلع على البرايم كومبوزيشن ماشي؟ طيب 5 باور 3 3 بتنقص مع 2 شيء؟ لا شو بنعمل؟ من اخر اه من 5 باور 2 ايه عشان اكيد اللي فصلتها طب هات لها هي ف ماشي المفروض اعملها 5 باور 2 و 5 و 2 باور 2 مش هيك؟ هيك وهي درجه فين هالراديكال اللي فصلتوها هيك بتصيرها غلط لانه 2 باور 2 مش تحت الراديكال كيف ظهرتها انت لبرا؟ هاي معناتها مظهرها برا واذا مظهرها برا بتحطها 2 باور 1 شو؟ عشان هيك خلوا الراديكال كل الرام بعدين بنطلعها حبة حبة يلا 5 باور 2 شو بتطلع؟ 5 5 2 باور 2 شو بتطلع؟ 2 2 شو بضل جوا؟ 5 هاي هي يعني 5 تايمز 2 شو جوابها؟ 10 واضح؟ شايف طلع من نفس الشيء طيب شو عم شايف حتى ليش 2 باور 1 بتكتب وين؟ بهون هون؟ لا لا تحت هون شو 2 باور 1؟ مشي كان 2 باور 2 انا قبل حطينا 5 باور 2 باور 2 بعدها تحت الراديكال ليه بنحط 2 باور 1؟ ما هي عندها لحظة شوف شو بدها لحظة شوف شو بدها بدها تفهم علي افهم علي شو قصدي هيك 2 باور 2 ايه مثل الفايف عملناها 5 باور 2 و5 باور 1 لا ما هي باور لها ما هي 2 باور 2 اصلا مانها مش 2 باور 3 عرفتي كيف؟ هي اصلا باور 2 بدها تنقص مع الثانية ما بدها تجزي فهمت؟ ليش الراديكال 700؟ 7 تايمز 7 تايمز 10 لا عشان نقول اللي بكتب لي هاي ايكوال 7 تايمز 10 باور 2 صفر هاي صفر لازم تكون تحت الراديكال هي تحت الراديكال يعني بعد ما طلعتها لبرا بدي احطها تحت الراديكال شفت شو؟ هلا مين اللي بيطلع لبرا؟ 10 باور 2 شو بتطلع؟ 7 تايمز 10 باور 2 شو بضل جوا؟ 7 عرفتوا شو السيرة؟ بس هيك بالتفصيل يعني اللي بيجي اذا انت فهمان مثلا انه عندنا هاي رح تكون 7 تايمز 10 باور 2 حطيت لي اياها برا وحطها صفر حط عليها صفر حط لي هيك ذلك 7 تايمز 10 وبعدين بتطلع على بعض ماشي طيب هذه بتعرفوهم كمان عشان عجل الشغل نادين يلا راديكال 10 باور 8 شو بيطلع جوابها لبرا يا نادين نادين 10 باور 8 شو بيطلع جوابها لبرا انت مش عم تركزي يا استاذ مش عم تركزي معانا بالمره هاي 2 باور 4 شو بيطلع جوابها لبرا 2 باور 2 مش عم تركز ولا وقفتينا يعني انت كنت مش فاهم يا اما مش عم تنتبه يا اما مش فاهمين ومش عم تسال 2 باور 4 لا 2 باور 8 شو بتطلع لبرا؟ 2 باور 2 2 باور 100 نادين نادين 2 باور 100 شو بتطلع لبرا؟ راديكال 2 باور 100 شو بتطلع؟
شو بنعمل بالباور؟ قولوا لها شو بنعمل بالباور؟ اسمع 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 سهلة ولا صعبة؟ سهلة. معناتها مش كاين عم تنتبه ها. الله أعلم ما بكره بس جيبهم متحمل غلطي فيهم. يلا. 2 باور 13 على 13 تنقص مع 2؟ لا. شو بتعمل؟ نصيبها حسيت. على. أي سد على؟ بتول. بتول. نصيبها شو يعني؟ شو بكتب؟ راديكال. شو بكتب؟ قطع راديكال. هي 2 باور 13 شو بكتبها؟ 2 باور 12 و 2 باور 1 يا استاذ بس يكون ما تنقصمش على 2 جزئها هيك فلت منها واحد هلا 2 باور 12 شو بتطلع؟ 2 باور 6 لا عم بحكي كمان بشوف 2 باور 6 لا ما قلت لها يا استاذ 2 باور 6 بيبقى شيء جوا 2 باور 1 هلا قصدي بتول 2 باور 1 يعني شو بكتب هلا؟ راديكال 2 راديكال 2 على الحاسب بحسب 2 باور 6 بيطلع جوابها 64 وبضل شو راديكال 2 واضح؟ طيب ضروري قولي لي هيدي قولي لي هيدي يا بتول زمان يلا هاي كيف؟ نفس الشيء 101 تنقص مع 2 شيء؟ لا شو بعمل يعني؟ راديكال 3 مع 100 باور 100 2 باور 100 مضبوط ضرب تايمز 3 باور 1 هلا شو بيطلع الجواب؟ 3 باور 3 باور 15 مضبوط تايمز 3 على تايمز لا يا استاذ راديكال راديكال ايه ما تايمز صح ما هي هيك يعني تايمز شو؟ طيب هلا راديكال 745 اللي صار ياسمين 7 عفوا راديكال 7 تو 445 شو بيطلع يا ياسمين؟ 45 بده نص مع 2؟ لا لا ها؟ طب احكي على هاي يا استاذ يلا 45 بده نص مع 2؟ شو؟ عفاش على ياسم لا استاذ نحن بالراديكال لما نطلع لبرا عشان نوصل الباور عشان نوصل الباور شو خصني بالاوفر 5 ما بوصل مع 5 بالمرة انا بدي يكون ديفيزبل باي شو؟ 2 هل 45 ديفيزبل باي 2؟ لا بنعملها واحد طيب شو بنعمل عشان تصير ديفيزبل باي 2؟ بنقلل منه انا ما انتبهتي على هون هيدي الثيرتين ما متناسب على تو شو عملنا لها صارت تناسب على تو؟ عملنا واحد منها طلعتنا واحدة منها 2 باور 13 عملناها 2 باور 12 2 باور 1 مش 12 و 1 بيطلعوا 13 ايه فلت منها واحدة هي هيدي 2 باور 13 بشيل 2 باور 1 بصير عندي 2 باور 12 هاي 2 باور 12 بتنقسم على الباور تاعولها الباور 12 بنقسم على 2 انتبه استاذ استاذ طيب قل لي هيدي جاوبني على هيدي شو 7 راديكال 7 باور 44 باور 1 هيك بنشتغلها يلا شو بدنا 7 باور 44 شو بتطلع برا؟ استاذ احسبوا لي 7 باور 22 تايمز راديكال 7 واضح؟ يلا اكتبوا هون على السريع